أنتقل بك إلى موضوع آخر وأشكرك على حجم المعلومات في هذا الموضوع السابق. ننتقل إلى اليوم التالي ونقرأ فيه 25 دولار عن كل برميل من نفط الجنوب لميناء بشاير. وصف المحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير استئناف ضخ النفط بين السودان ودولة الجنوب بأنه فاتحة خير على البلدين، وقال أن الاتفاقية تكفل للسودان الحصول على 25 دولار للبرميل الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب الممتدة من الجنوب إلى ميناء بشاير. ورهن الناير حسب وكالة السودان للأنباء نجاح الخطوة بالاستقرار الأمني بدولة جنوب السودان، موضحا أن اتفاقية التعاون النفطي بين الدولتين موجودة سلفا ومتفق عليها، مضيفا أن المبلغ 25 دولار يشمل رسوم العبور والرسوم السيادية وبعض التعويضات. وأوضح أن الاتفاقية تحتاج فقط إلى لمسات أخيرة تتمثل في دعم الكوادر السودانية المؤهلة والقادرة الموجودة في شمال السودان للكوادر الجنوبية لإعادة تشغيل الآبار والحقول المتوقفة، لافتا إلى أن معيار نجاح هذه الاتفاقية يكمن في التعاون المشترك بين البلدين لدعم هذه الاتفاقية. أستاذ عبد المنعم، على ذكر هذه الاتفاقية، يعني دعنا نعود قليلا فيما سبق قبل أن يتوقف ضخ نفط الجنوب عبر السودان. من بداية الاتفاق السابق إلى التوقف، ما هي حجم الإيرادات التي دخلت إلى الخزينة السودانية لو كان عندك معلومة؟ طبعا المبلغ كان التحديث عن حوالي 2 مليار دولار سنويا. من الفترة من كم إلى كم؟ من عام 2011. من طبعا الاتفاقية الرسوم النفطية تم توقيعها في عام 2012، في نهاية عام 2012 بعد أن حدثت الاعتداء على هجليج والوساطة الأفريقية، وتم توقيع 9 اتفاقيات ما بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان، من ضمنها كان اتفاقية الرسوم النفطية واللي هي مدتها 5 سنوات. كان السودان ما جملة ما يحصل عليه سواء كان من رسوم في رسوم عبور سموها أو استخدام النفط جنوب السودان للمنشآت النفطية السودانية سواء كان أنابيب أو تكرير أو حتى ميناء التصدير، إضافة إلى مبلغ تم تحديده تعويض للسودان عن فقدانه لإيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان. المبلغ كان في حدود 2 مليار دولار سنويا. 2 مليار دولار سنويا. الاتفاقية كان مدتها 5 سنوات. بعد أن تمت ال5 سنوات 2016 تم الحديث في نهاية 2016 بداية 2017. 20 مليار دولار، تتحدث عن 20 مليار دولار إذا كان 10 مليار دولار. تم الحديث في ذلك الوقت عن أنه إعادة النظر في الاتفاقية، لأنه كان أسعار النفط في العالم تراجعت بنسبة كبيرة جدا. يعني عندما توقع الاتفاقية كان سعر برميل النفط يتجاوز 140 دولار، وصل حتى 90 و80. ولكن عندما تم الحديث حول إعادة النظر في الاتفاقية أنه برميل النفط تراجع إلى أقل من 40 دولار. صحيح. الآن طبعا بدأ صعود مرة أخرى، والآن هو تجاوز 70 دولار. تم الحد في 2015، تم الاتفاق على، يعني في اتفاق واضح على أن السودان يستحق رسوم عبور ويستحق مبلغ بسموه مبلغ التعويض عن فقدانه لإيرادات النفط بناء على تنازله عن الجنوب، لأن السودان يعني هو مول عمليات الاستكشاف وعمليات الحفر مع الشركات ودار عمليات لأن النفط، يعني دولة الجنوب عندما قامت وجدت النفط منتج، يعني ولأنه كان في السودان، يعني كان في دولة واحدة. لهذا السودان، سبب السودان استحق مبلغ للتعويض عن فقدان إيرادات النفط. الآن طبعا نفط جنوب السودان يعني عندما كان يغترب من 400 ألف برميل، عندما انفصل جنوب السودان في عام 2011 يقترب من 400 ألف برميل يوميا. الآن بسبب الظروف الأمنية تراجع إلى ما يقارب 100 إلى 120 ألف برميل في اليوم. توقفت الحقول الموجودة في ولاية الوحدة بالكامل. الآن تعمل فقط الحقول الموجودة في أعالي النيل اللي تسمى حقول منطقة فلج، ولا تعمل بكفاءة الكاملة. الآن الحديث الذي يتداول، واليوم ستختتم المفاوضات ما بين وزيري نفط جنوب السودان والسودان، وسيتم التوقيع، سيتم الإعلان عن خطة عملية لإعادة تأهيل الآبار الموجودة في ولاية الوحدة وكيفية تأمينها لإعادة الضخ فيها. لأنه صحيح أن الضخ الجنوب، دولة جنوب السودان ستستفيد من إعادة الضخ، لكن السودان قطعا سيستفيد في الظروف الاقتصادية الحالية، فأنه سيحصل على مبلغ
لو قلنا أن 2 مليار دولار سيكون مفيدا جدا للاقتصاد السوداني في ظروف الراهنة. لذلك السودان لديه مصلحة رئيسية. حتى أمس يعني عند وزير الخارجية عندما تحدث في فاتحة المفاوضات بين فرقاء جنوب السودان تحدث عن أن واحدة من الأشياء الرئيسية دعم جنوب السودان اقتصاديا أو إنعاشه اقتصاديا المورد الرئيسي لجنوب السودان الذي مسؤول عن 95% من ميزانية جنوب السودان النفط. صحيح. فمعناه إعادة النفط, وإعادة النفط السودان لديه مصلحة حقيقية في إعادة نفط جنوب السودان لأنه سيحصل على مبالغ. بالتأكيد طبعا. وفيما يخص مشكلة ديون السودان على دولة الجنوب, يعني هل تم التطرق لها في هذه الاتفاقية؟ الآن أنا لا أعتقد الآن السودان يمكن أن يتطرق إلى الديون إذا لم يعود نفط السودان جنوب السودان للضخ. عندما يعود نفط جنوب السودان للضخ ويصبح لدولة جنوب السودان إيرادات من النفط, في ذلك الوقت يمكن للسودان أن يتحدث عن أنه لديه مديونية سابقة يمكن الاتفاق حولها. وأنا أعتقد أنه ذات ما قضية كبيرة لأنه هذا أمر لا يمكن إنكاره من أي طرف من الأطراف, فقط الظروف التي كانت تمر بها دولة جنوب السودان والتي أدت يعني غير الأسباب, غير الأثر الأمني والأثر الإنساني, أثر اقتصادي ضخم جدا. تدهورت العملة جنوب السودان تدهور مئات المرات, أسعار تراجعت, معدل التضخم ارتفع لأرقام فلكية. في حالة عودة نفط جنوب السودان للضخ سيبدأ الاقتصاد في جنوب السودان في التعافي, لكن الشرط الأساسي أن يحدث استقرار وعملية سلمية كاملة في جنوب السودان حتى لا تحدث أي, حتى لو عادت آبار النفط للضخ وحصلت ردة أمنية من الصعب يعني تصبح العملية معقدة في عادتها مرة أخرى للعمل. يعني لا بد أن هناك جهات أخرى ليس من مصلحتها كل هذا الاستقرار. يعني ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه اتفاقية النفط بين البلدين؟ التحدي الرئيسي التحدي الأمني فقط التحدي الأمني, لأن التحديات الفنية وتفاصيلها يمكن حلها سواء كان بالكفاءات السودانية اللي عندك اكتسبت خبرات خلال سنوات من الإنتاج في النفط, أو بالشركات الأجنبية الأصلا موجودة وعاملة في جنوب السودان بإعادتها للعمل مرة أخرى. لا تتدخل يعني أمور سياسية أخرى, يعني حكومة الجنوب يمكن أن تنكس بوعدها في أي وقت وترجع وتعود وتقبل, فنظل نفتح البليف نكفل البليف نفتح البليف نكفل البليف يعني من جديد. طبعا يعني بين الدولتين بعد أن يحدث الاستقرار في دولة جنوب السودان بين الدولتين 9 اتفاقيات تم توقيعها في نهاية عام 2012. هذه الاتفاقيات لم تنفذ للظروف التي دخل فيها جنوب السودان. حصل بعض التماطل في 2012 و 2013, بعد من 2013 جنوب السودان دخل في بعض الظروف. هذه الاتفاقيات هي المدخل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام ما بين السودان وجنوب السودان. الآن يعني ترتيب الأولويات, الآن الأولوية إعادة الأمن والسلام والاستقرار لجنوب السودان, ثم بعد ذلك الحديث عن تنفيذ الاتفاقيات مع دولة السودان, سواء كان هذه الاتفاقيات أمنية وسياسية واقتصادية واتفاقيات بتاع ترسيم حدود, لأنه هناك خلافات حول الحدود ما بين البلدين في عدد من النقاط الحدودية. فلذلك الترتيب بعد استقرار جنوب السودان يتم حسم القضايا الخلافية مع السودان, لكن الآن الحديث مع دولة جنوب السودان بالوضع الذي دولة جنوب السودان الآن لا تسيطر على أراضيها بشكل كامل. صحيح. حتى يعني بعض المناطق التي يمكن أن تسبب توترات أمنية للسودان قد تكون مسيطرة على مجموعات أخرى. فإذا لم يتم استقرار كامل ودولة مستقرة في جنوب السودان لا يصبح من غير المنطقي الحديث معها حول ديون أو حول تنفيذ اتفاقيات سياسية واقتصادية مع السودان.